القائمين على هذا المجلس وعلى تنظيم هذه المحاضرة المهمة التي تمس شعب البحرين والعلاقة الاجتماعية والإنسانية، وهي بخصوص علاقة الأجيال القادمة في علاقاتها ببعضها البعض. ولا ننسى أن نشكر الأستاذ محمد التاجر على حضوره لهذه الدعوة الكريمة في تقبله يقوم بهذه المحاضرة التي نقوم لها منذ أشهر في مواضيع صعبة. وكذلك أود أن أشكر لا يحاول كذلك لا